بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني من الاشبال. النهارده الكابتن ايهاب جلال، حارس مرمى الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، وحديث عن حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكمان المواهب اللي طالعه في حراسه مرمى مصر خلال الاعوام القادمه باذن الله. قبل ما نروح لحلقتنا النهارده، وعندنا فقرات مميزه جدا ان شاء الله في حلقه اليوم. النهارده بعثه منتخب مصر لكره القدم غادرت النهارده الى كينيا لملاقات كينيا في مباراه رسميه ان شاء الله في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. كل توفيق لبعثه منتخبنا الاول لكره القدم، ده شيء جيد. ولكن النهارده في نظام وعرف في منتخب مصر الاول. النظام والعرف ان اي لعيب مصاب بيكون في تقرير من النادي بتاعه للجهاز الطبي لمنتخب مصر، واللعيب بيروح منتخب مصر عشان يتشاف ويتكشف عليه، ودكتور المنتخب بيحدد. ده شيء جيد وده نظام معمول. شفنا الفتره اللي فاتت في لعيبه كانت مجهده وكانت مصابه ما راحتش منتخب مصر، ولكن الغريب هنا عندنا لاعب النادي الاهلي الكابتن ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب مباراه فيتا كلوب وتحمل على نفسه ولعب بمسكنات، وزي ما شفنا ملعب مباراه فيتا كلوب كان فيه صعوبات كبيره نظرا ان الملعب كان نجيل صناعي. ايمن اشرف بيعاني من خشونه عاليه جدا في الركبه. الجهاز الطبي في النادي الاهلي اتصل بالجهاز الطبي في منتخب مصر، وكمان اتبعت تقرير لجهاز الطبي لمنتخب مصر ان اللعيب مصاب وبيعاني من خشونه عاليه جدا في الركبه. جهاز الطبي لمنتخب مصر استدعى اللعيب علشان يشوف ويفحص قدام عينه. فعلا تأكد بالفعل ان اللاعب ايمن اشرف مصاب وعنده اصابه قويه في الركبه وهي خشونه عاليه، يعني ما تقدرش ان هو يشارك في التدريبات او في المباريات مع منتخب مصر. ولكن الكابتن حسام البدري كان له راي اخر. الكابتن حسام البدري اصر على بقاء اللاعب مع بعثه منتخب مصر او في المعسكر منتخب مصر. أيمن أشرف أول تمرين لمنتخب مصر ما نزلش التدريب. تاني تدريب أيضا اللعيب لم يشارك مع لاعبي منتخب مصر. والنهارده كان السفر واصطحبه الكابتن حسام البدري مع بعثة المنتخب المسافرة إلى كينيا. السؤال هنا اللي بنسأله للكابتن حسام البدري، هل النهارده مصر وهي تضم 18 نادي في الدوري الممتاز ما عندكش في قوام منتخب مصر أو في كل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز لعيب يحل محل مكان او ايمن اشرف، علشان اللعيب النهارده الاصابه اللي عنده تتفاقم؟ النهارده النادي الاهلي عنده مباراه مهمه في بطوله دوري ابطال افريقيا امام المريخ السوداني، ولم يتم حسم صعود النادي الاهلي. طيب ليه حضرتك يا كابتن حسام النهارده بدأ انت ماشي يعني نظام وعرف على كل لعيبه منتخب مصر، ليه ما يمشيش على النادي الاهلي برضه؟ النهارده حضرتك كنت رئيس سابق في احد الانديه، ليه النهارده ما تمشيش عليه النظام ده؟ ليه اللعيب ده في هذا النادي لما يكلمك بالتليفون ويقول لك انا مجهد تقول له طب رايح في البيت؟ ليه ما بتعملش مع النادي الاهلي؟ ليه العند في الفتره دي مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عمره ما بيتاخر عن منتخب مصر، وبالمناسبه مش المنتخب الاول بس، ده في كل المنتخبات. النادي الاهلي دايما مساند وداعم لكل المنتخبات، وفي كل الظروف النادي الاهلي بيبعت لعيبته. لكن النهارده لما يكون عندك علي معلول وعندك محمود وحيد واصابات عندهم بتقعد فتره، والنادي الاهلي عنده عجز في هذا المكان، وكمان اللعيب مصاب، وبيتاكد من الجهاز الطبي في المنتخب الاول وبيقول لحضرتك ان اللعيب مصاب ولا هيقدر يشارك في تدريبات ولا هيقدر يشارك في المباريات، وبالفعل اللعيب ما نزلش التدريبات، طب ليه النهارده العناد علشان اخد اللعيب معايا؟ ليه العند مع النادي الاهلي ومع جمهوره؟ النهارده لازم يكون يعني الود مع كل الانديه. النهارده لما يكون في نظام للانديه كلها لازم يمشي على الانديه كلها مش بالمزاج. فعلشان كده النهارده يعني احنا يعني بنلفت نظر الكابتن حسام البدري. النهارده لو عايز تمشي نظام ما ينفعش تمشيه على انديه وانديه، لا. النهارده ايمن اشرف لعيب مهم، زي ما هو لعيب مهم لمنتخب مصر فهو لعيب مهم للنادي الاهلي. وزي ما النهارده احنا بنقول الدوري الممتاز 18 نادي، فانت ليك حق الاختيار في لعيبه كتير. النهارده ما ينفعش ان انا اخد او اجبر لاعب مصاب ان يكون موجود معايا، خاصه كمان ان الجهاز المعاون لحضرتك
عارف ان اللعيب مصاب والجهاز الطبي عارف انه مصاب وحضرتك عارف ان ايمن اشرف مصاب، ولكن اصرارك على انك تاخد ايمن اشرف ده بيضع علامات استفهام كتيره حول اختيار الكابتن حسام البدري لايمن اشرف. ده كان ما يخص المنتخب الاول اللي بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في مباريات كينيا وفي المباريات المقبله.